جينا من قنيطرة ودابا حنايا في الرباط، ما لقيناش ترونسبور في قنيطرة نهائيا، ما كاينش لا تران، كلشي عامر، لا الكيران والو، المحطة ما فيهاش الكيران اللي كتسولو كتقولو زعما الكيران واش كاينين، ما كاينش كاع، حتى من زعما من القنيطرة لكازا قال لي كاين كار واحد مع الربعة تقطعو ب 90 درهم من قنيطرة لكازا، 90 درهم وغادي تقلبوا على الناس باش غادي يعمروا البلايص، وانت غادي تخرج غادي تبقى انت تعيط وكازا كازا باش تعمر الكار باش تمشي معاهم. صافي ما انا واختي طلعنا في زعما في طاكسي، شدينا طاكسي في طاكسي باش جينا هنايا للرباط، جينا هنايا للرباط عاوتاني كنقلبوا، مشينا لاكار كنقلبوا على الترين الجديده عاوتاني لقينا كلشي عامر ما كاينش، جينا عاوتاني هنايا المحطة ديال الكار زعما باش نقلبوا باش نمشيو، والو ما كاينش عاوتاني كار ما كاينش، ساتيا معامر بزاف ما كاينش كاع فاش نمشي، وكاينين الناس اللي غيباتوا هنايا وحنا عاوتاني لما لقيناش المركب فاش غادي نمشيو راه غادي نباتوا حنا هنايا معاهم نتوانسوا، واليوم وغدا المشكله ماشي غير اليوم، اليوم وغدا ما كاينش لا كيران لا تران، عامر كلشي عامر وما كاينش فاش غادي يمشيو، راه يقدروا يباتوا ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يديروا، اش غيديروا راه غيباتوا هنايا، لا لقاو مركوب راه غادي يمشيو في حالاتهم، لا ما لقاوش مركوب راه غيرجعوا في حالاتهم، ما عندهم ما كاينينش، ما كاينينش كاع الكيران، يمشيو يطلعوا على قنيطره يقولوا راه فيها سميتو فيها الكيران، ما كاينينش كيران، فاش كتسولوا واش كاين كار جديده تقول لك ما كاينش كاع، ما دخلش كار واحد اللي يدخل ودخلوا ديجا مريزيرفين الناس، واخا تصوني لهم راه خاصنا جوج بلايص والو، ما غاديش يقول لك راه كلشي عامر، يعني راه كل تيقولوا كل كريسون عنده الكليان ديالو، راه ما غاديش يخلي الكليان ديالو ويقول لك لا راه كاينه بلاصه خاوي اجي ليها نتايا، ما كاينش والو زعما توفير الكيران ولا شي ديال الاجهزه التنقيل راه ما كاينش، التنقل راه ما كاينينش، كايناش هاد القضيه، كايناش، شوفوا شي حل لهاد الشيء، هاد الشيء راه ما خدامش، وكنقول لهم دخلوا شوفوا الناس لداخل اللي غيباتوا هنايا وحنايا منهم، راعيوا لهم شويه، راعيوا لهم شويه واخا حسوا بهم غير شويه، راه ماشي انتم عندكم الحديد راه كلشي عنده الحديد وكلشي راه غادي كلشي عنده موفر غادي يمشي، نيجا يركب في الطوموبيل غيمشي في حالاته، هادشي اللي غادي نقول لهم. ولكن راه ما كاينش المركوب، كيران خرجوا قال قطعوا الوراق، ها مولين سته الكار غيدخل حتى لسته لاروب، قطعوا سالوا الوراق، تنا الاخر ثاني حتى لثمانيه وموحال. ما فهمت انا والو والله ما فهمت حاجه، وغادي نرجع بحالاتي لداري. ما عندي ما ندير مسامر كاين والو ما كاينش كيران كاين لا كيران لا تقطع لا والو ما كاينش الوراق سالاو الوراق دابا ديال ستة لارو بالكار اللي غادي يجي تقطع سالا الوراق تسنى كار اخر ثاني معاش غادي يجي حتى لتسعود الناس غيباتوا هنا في المحطه شنو نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي غنقول موجودين ما كاين حتى حاجه كانت المحطه القديمه كنا كنركبوا كان كلشي موجود ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم